أجمعكم النهارده عشان أقول لكم إن الأعمار بيد الله. يا سلام، ومن إمتى عرفت المعلومة دي؟ أنا أقصد يعني أقول إن محدش ضامن يعيش لبكرة. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لأن المعادلة الرياضية بتقول إن العمر الافتراضي للإنسان يتناسب أو لا يتناسب جزئياً أو غير جزئياً مع حالته النفسية. أيوه، بس الرياضة عمرها ما بتطول العمر. المهم يا حبيبي إنك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخدة وتنام على طول. أيوة، ما المشكلة بقى في نام على طول دي، يعني الموت طبعا علينا حق، يعني ده وضع طبيعي، وده اللي أنا عايز أقوله لكم. يعني بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيرة دي يا ابني؟ بس يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والإنسان يتعامل معاه ببساطة. يعني الكلام ده موجه ليكي يا مجيدة، الحقي بقى يلا قومي كفر عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه؟ يعني تمد ايدها في شغل البيت شوية. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوة، وكمان الصفحة بتاعتي بيضة مفيهاش نقطة سودة ولا خدشة واحدة. ليه اخر مرة رشيتي امتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم، في ايه اكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ بس بقى تسكتوا، خلي الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفة ماما عاملة فيها مؤدبة، وادي الراجل فرصة خليه يعرف يتكلم. مؤكد عايزة منه مصلحة. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوة بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص انا بقى مش قايل حاجة، وانتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو انت كنت هتقول حاجه فيها مصلحه، يعني حاجه كويسه؟ طب اهدى كده وقول، تحب اعمل لك شاي؟ انا اللي عامله نفسي مؤدبه ولا السوسه اللي عماله تدحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزه في مصلحتها حاجه؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمه للتاني؟ انا مستعد يعني استنى، بس اهم حاجه ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجه؟ استنى بقى، اوكي دي واحده، انت كلبه وقليله الادب ومش متربيه ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما خلاص هتشوفها. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعه انا قررت اقسم ثروتي قبل ما اموت. ليه وانت حاسس ان هتجيلك ثروه قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحسبه بتاعت الثروه. تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حبيبي. يا ماما الاعمار بيد الله، وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجه عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، احنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض في بعض. انا متاكد يا سناء ان انتوا هتعضوا في بعض، اذا كنت انتوا بتعضوا في بعض وانتوا ما حلكوش اللضا، امال بقى لما يبقى عندكم بازار والشقه دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا يعني. لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بينا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما فرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منك. وانا يا ابني بشتغل وبصرف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقول لك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي همسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك. يا عمي سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقول لك ايه يا عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص. عادل انا ليا الشقه، ودي مش أنانية مني ولا حاجة إطلاقاً. أنت عارف يا بيبي الشقة من حق الزوجة، وده مثل شعبي معروف. الشقة من حق الزوجة ده مثل شعبي؟ ده إيه الحلاوة دي؟ أمال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما استفدتيش منها حاجة؟ بيبي شوف بقى، أنا بقول لك أهو، أنا لا يمكن أسيب حقي وحق بنتي. أنا بقول لك أهو، ده بالنسبة للشقة. أما بقى بالنسبة للبازار ودخل البازار، فكله هيبقى برضه ليا ولبنتي. أعتقد ده حق مشروع. ده حق محشور وبالعافية كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا شقة ولا بازار؟ أنا ما قلتش كده يا ستي، بس كل واحد برضه لازم ياخد حقه. رانيا أوكي أنا موافقة، أنا كل اللي طالباه منك إنك بس تسيب لي لجام الأمور. أسيب لك لجام الأمور على أساس أنت بقى إيه ماسكة اللجام وراكبة وأنا حمار يعني؟ يا بيبي أرجوك يا حبيبي، أنا مش حامل مشاكل مع مامتك وأختك، ثم إن أنا بصراحة كده عايز أأمن مستقبل مامي. أمني مستقبلها؟ طب ما تدخليها حقوق أو تجارة على أساس ده يأمن مستقبلها. مستقبل إيه يا رانيا؟ صباح على خير. صباح على خير إيه؟ وبعد ما تنام
بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده إن شاء الله هبقى أفكر في الموضوع ده وأقولك على القرار اللي أنا خدته. وبعدين لاحظي بقى إن أنت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلمت في الموضوع ده، فهمي ده معناه إيه؟ ها؟ صباح الخير. يا عم قولوا اتفضلوا. اتفضلوا ايه؟ اقعدوا ولا اتفضلوا امشوا؟ اتفضلوا كلوا. اتفضلوا كلوا. ماشي غرامه عناية. حاضر. اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص، طالما انت اكلت كاني انا اللي شبعت. الله على الحنيه، على اساس ان انا لو جالي برد انت اللي تعتصي يعني. طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. ما عارف ان دمك خفيف. اخلصي، عايزه ايه؟ ابدا يا عادل، انا الاول نتكلم بصراحه. اوي اوي، اتفضلي اتكلمي بصراحه. اتفضلي. طول عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر. بدانا قله ادب، ممكن اقوم الطشك على دماغك على طول. لا انا بتكلم بجد يا عادل، طول عمري شايفه ان انت متدلع ومرفه ومستهتر. مستهتر؟ اولا وضع طبيعي جدا ان انا اتدلع، على ان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيله يعني، وبعدين انا ذكي جدا عنك، ويعني دمي خفيف جدا عنك، وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني. اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسره، بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية دلوقتي يا عادل. انا فجاه حسيت انك بقيت راجل. راجل يا عادل. يا سلام، يعني انا اول امبارح كنت عايل والنهارده بقيت راجل؟ ده ايه الايام اللي بتعدي بسرعه دي؟ قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهه نظري فيك بعد حركه الوصيه دي. حسيت قد ايه انت قلبك علينا، وقد ايه انت متحمل المسؤوليه راجل. على الله يتمر بس. ما عشان كده انا جايه لك يا عادل، عشان اقف جنبك بافكاري. ربنا يستر. ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك؟ ايه رايك يا عادل تبيع الشقه وتبيع البازار وتقسم الفلوس دي علينا كلنا؟ طب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه ايه؟ ابدا، هدفع مقدم في شقه من شقق نقابه المعلمين، اصل الشقه دي بالقسط، وهشتري عربيه صغنطاطه كده على قدي. عربيه صغنطاطه؟ ايوه، الواد حماده بزوكا اللي هو ساكن على ناصيه شارعنا، عارفه؟ عنده حته عربيه يا عادل قد كده، يا دوبك تشيل نفرين، لونها فوشيا ميتاليك متجنطه، والكاسيت باوكولايزر وتويتر، ولا اسمه ايه البتاع اللي ورا ده؟ سبويلر؟ سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. الكاسيت بتويتر وكولايزر. الكاسيت ده بيبقى جوه العربيه. شفتيه ازاي يا سناء؟ ما هو اصلا ما فيش حماده بازوكا، لما كنت متاخره على المدرسه فكنت عايزه الحق المسلسل، وكانت الدنيا حر وما فيش المواصلات زحمه، فهو اللي في العربيه. وانت رايح المدرسه الصبح ده على اساس ان انت بتدرسي في معهد سينما يعني؟ لا، ما هو اصل الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسه اللي كانت جنبي كنت بدل يعني، هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع، ما تغيرش الموضوع، خلينا موضوع الوصيه. عموما موضوع بازوكا ده مش هعديه يا سناء. الوصيه بقى يا ستي انا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايزه. انت عايزه منها ايه يا سناء؟ عايزاك تبيع الشقه وتبيع البازار. حلو قوي. يعني انا لو بعت الشقه وبعت البازار حضرتك ما فكرتيش هنعيش ازاي؟ انا عن نفسي هعيش من مرتبي، واشتري شقه واشتري عربيه، ما يخصنيش تعيشوا انتوا منين. سناء غوري من وش يا سناء. يعني ربط مع الواد بازوكا؟ ربطي مع بازوكا جامد عشان يفرقع في وشك، وانا اللي هفرقعكوا يا سناء. ماشي يا عادل، السلام عليكم. مع السلامة. خرب بيت الوصية على اللي فكر ان هو يعمل الوصية. انا اللي غلطت. جاتوه من تحت السرير. اطلع البلاك فورست ولا الاكلير؟ لدو الاتنين يا حبيبتي. ايه ده؟ ما شاء الله، انتوا فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني ماليش فيه. وانا كمان. طب ما دام مالكوش فيه انتوا الاتنين جايبينه ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث. ماما تقصد الوصية. الوصية. لا اتكلمي اتكلمي. انا عارفة يا عادل ان انا مش من حقي ان اتكلم في الموضوع ده. وانا كمان. انتوا الاتنين مش من حقكم عايزين تتكلموا يعني، قصدكم ايه؟ قصدنا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومؤدب وحسيس، ومش ممكن هتسيبنا نتشحطط من بعدك يا عادل. وانا كمان. بص يا حضرتك، أنا واثق إني لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي. يا عادل أنا مش بتكلم عن حق عن حقوقنا، أنا بس أنا بعتصفك علشان أنت جوز بنتي، وأنا عارفة إنك راجل حنين، ومن فضلك من فضلك ولازم لازم إنك تحطنا في الحسبانات بتاعتك في الميراث. حسبانات وميراث؟ بتتكلمي على إيه بس يا حماتي؟ عادل
حد اللي يرضيك ان انا انحرف؟ وانا كمان. بص يا حماتي، الحكايه دي متهيالي فتقه وانها، بس طبعا ما يرضينيش يعني. يبقى خلاص لازم تكتب زيهم بالظبط في البازار وفي البيت، تكتب لي كل حاجه زيك زيهم بالظبط. يكتب لك يا مجيده يا سوسه يا تعبانه، اكلي جاتوه شوكولاته، انت فاكره عيل صغير؟ يا سناء، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقول لك ايه، الست دي وبنتها ما لهمش قشايه في الشقه والبازار يا عادل. انت مالك، انت اللي تدخلي في اللي مالكيش فيه خالص. انت عادل هيكتب لي زي زيكم بالظبط. ايه؟ بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح. يا مجيده يا عره، ماما ماما ماما، في ايه في ايه في ايه؟ تعالي اتفرجي بقى على مجيده العره دي، قال ايه؟ عايز اخويا عايز يضحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقه زي ما بيكتب لنا يا ماما. عايزين تورثوا ابني بالحياه يا الماما يا دنيا شحاتين يا جعانين. يا سلام يا ماما، ما انت امبارح يعني حضرتك كنت عايزه تورثيني بالحياه برضو. انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه. هو في ايه بالظبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني، حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص. انت مالكيش اي حاجه في الحمص وانت قلتيها. ايوه مالكيش اي حق. لا هتقعد في نصيبي، نصيبي في الشقه وفي البازار، بان الشقه من حق الزوجه. ايه ده عادل؟ خد موقف. انا من رايي نقفل على الموضوع ده دلوقتي. نقفل؟ ده احنا لسه هنفتح. بقول لك ايه يا عادل، الشقه دي ماما هي اللي جايبها لك. ايوه انا بعت شبكتي عشان اجوزك. والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي، انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوف عندي. سامع يا عادل؟ اكتب الوصيه باسمي. لا باسمي انا. قلت لك بيه عشان نخلص من الاشكال دي. عادل عادل، ابوس الجدم وابدو ندماتي على فعلاتي، تحطني في وصياتي. وانا كمان. اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشيه مع ماماتي. انت لسه عايشه؟ انا امك، اديني كلمه الوعد. وانا زوجتك ومستنيه الرد. وانا اختك ومستنيه العقد. يا جماعه كفايه بقى، حرام عليكم بجد. بصوا يا اخوانا، كل واحده فيكم تتكل على الله تروح اوضتها. انا مش هعمل اي ميراث ولا هعمل اي وصيه ولا اي حاجه. اما موت بقى يبقى الميراث الشرعي، والميراث الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، وبما ان ولا واحده فيكم تعتبر ذكر يبقى مالكوش اي حاجه. سلام عليكم. دولا، انا كنت طالب منك طلب في الوصيه. يا دي الوصيه، عايز ايه يا سيدي؟ عايزك تكتب لي التماثيل باسمي. اشمعنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولا بقى، واعمل العمليه اللي في عينيا دي علشان اشوف من غير النضاره. يا انت مفيش في دماغك غير موضوع العمليه؟ لعلمك انا ممكن انا بايدي اعمل لك العمليه من غير دكتور ومن غير اي حاجه، يعني مش هتحس باي حاجه ومن غير فلوس كمان. معقوله دولا؟ امال ايه؟ عارف شنطه الاسعافات اللي عندنا؟ اه. روح هات هاد وانا اعمل لك العمليه. هوا دولا هوا. خرب بيتك، مش فاهم ان انا مش دكتور يخلي اي حد يلعب له في وشه كده. اهي يا دولا، اهي يا دولا الشنطه اهي. هات جدع يلا، اقعد بقى. ماشي يا دولا. يلا على النضاره. اهي يا دولا. بص القطنه دي حطها كده اهو، والقطنه دي حطها كده اهو. امسكهم بايديك، امسكهم بايديك جامد اهو. دلوقتي هنخش على مرحله الشاش الطبي. ربنا يخليك يا دولا ليا يا رب. انت اتعلمت الحاجات دي فين يا عم؟ يا ابني انا فاهم كل حاجه يا ابني. استنى استنى يلا استنى يلا. ايه دي؟ قلت لك برده ايه، شكرتون كده اهو عشان عاملك ايه كانك سلك عريان مثلا. انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص. طب هنشيل الشاش امتى يا دكتور؟ دلوقتي حالا اهو. قولي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولا. ايه مش شايف حاجه؟ مش شايف اي حاجه دولا. بجد يا رمزي؟ خالص. طب دول كام؟ مش شايف يا دولا. بلاش دول، دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولا. يخرب بيتك. طب دي ايه؟ دي ودني. خضتني يالا يخرب بيتك. ولا بدوي؟ ايوه يا باشا. انت حاطط لي كام معلقه سكر هنا يالا؟ اتنين يا باشا. انا بشرب باتنين؟ لا تلاته يا باشا. اجري هات معلقه اجري. بس كده عينيا. ايه ده؟ ازيك يا ابو رحاب؟ أنا. الف سلامه ليك، مالك؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عادل؟ ايه اللي حصل لك يا ابو رحاب؟ بقول لك ايه يا عادل؟ ما تعرفليش سكه عيال بلطجيه؟ ليه؟ عايزهم يضربوك تاني ولا ايه؟ وانا مش هسيب حاجه يعني، مش هسيب حاجه، ولازم انزل اتخانق تاني. ايوه بس يعني ابو رحاب متهيألي استنى لغايه اما تخف شويه عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب، يعني تتضرب على ميه بيضه. انا
ابو رحاب علشان ورمح يتعمل كده فيا ويحصل لي ده. ايه اللي حصل لك بس ابو رحاب؟ اه يا رباب. ابو رباب اخوك؟ اخويا ابو رباب. هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل. مات الباقي في حياتك. حياتك الباقي؟ والله انا ما اعرفش، انا لو كنت اعرف كنت جيت عزيت يعني. وهو كان عيان ولا ايه؟ صحته كان ازاي البوم؟ شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك ياسمين، وكان قاعد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخت مراته، وهوب طب مات. طب استاذن انا بقى ابو الحاج. استاذن ايه؟ ما كملتلكش. اصلي بقى ده ساب ورث كبير قوي، الورث ده كل واحد ليه قرش فيه قعد يعض في اخوه، وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل. ابو ايهاب عض في الكل؟ طب وانت عملت ايه؟ ما هي الحاب ما شكتتش، عضت في ايهاب وايهاب ما شكتش. عض في ام رحاب. انا في مور. انا بقى ما شكتش انا راح. وانت برضو عديت فيه، بس عديت ايه؟ انت واضح ان انت اللي خدت عض، ما لحقتش تعض بقى. بقى انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كله الصلح، وخلاص كنا هنصطلح ونبقى كويسين. جت ام رحاب عضت في ام رباب، الدنيا ولعت، راحت جابت اخوها ابو خالد عض فينا كلنا. ايه العيله اللي اتسعر دي؟ عادل دولا 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 حبيبي عادل عادل دولا، انت مستجن ليه دولا؟ رمزي رمزي سيبني دلوقتي خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير. طب حس انه كبير بقى يا دولا، فممكن يساعدنا انا وانت. يا ابني انا بفكر في موضوع كبير مش في اوضه نوم تساعدنا احنا الاثنين. سيبني يا رمزي لو سمحت. طيب خلي بالك بقى يا دولا، لان انت بتتصرف ساعات غلط، والغلط ده ممكن يقلب باخطاء. ولا رمزي ابعد عني السعاده، يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا افكر. طب دولا انا يعني كنت عايز حاجه منك يعني، بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر. سر؟ عندك اسرار يا رمزي؟ قول يا ابني، قول لي اي سر انت عايزه. سرك في بير، انا ابن عمك. كنت محتاج منك 1000 جنيه سلف. ولا كاني سمعت حاجه. سرك في بير ما تقلقش. 1000 جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايع؟ تعمل بيهم ايه ال1000 جنيه؟ يا دول انا بقى عايز اعمل عمليه في عينيا علشان اشوف بيها من غير النضاره دي. يعني انت متضايق من النضاره؟ انت بتشوف كويس بالنضاره؟ طيب عايز تغير ليه النضاره يا ابني؟ بطل طمع بقى يا رمزي، بطل طمع. يعني يا دولا يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي، ولا هيسيب وراه ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوتر يا ابني، اكيد من غير ما تقصد فعلا الانسان هياخد معاه ايه. رمزي عايز اسالك سؤال مهم جدا، وفكر قبل ما ترد على طول. يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر، يعني ان شاء الله انت لقيتني مت. بعد الشر عليك يا دولا، انت لو مت انا مش هصحى. يا سلام يا سلام، اصيل يا ده رمزي. طبعا مش هتصحى من الزعل عليا طبعا. لا يا دولا، لان انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده. البزار والزفت؟ البزار والزفت؟ ماشي يا رمزي. طيب يعني عموما صحيت، ما انت مش معقوله هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك، اكيد هتتهبب تصحى. صحيت، تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه؟ يوه خد يا عم عندك. اول حاجه دولا رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدها على السرير، علشان انت نومك كله ترفيس. وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله ترفيس. نوم امي كمان كله ترفيس. ماشي ماشي، انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اتكلم معاك يا رمزي خلاص. ليه يا دولا؟ لان كلامك كله ترفيه، ابعد عنا يا رمزي. طب دولا انت ما سالتنيش يا عم بقى، امك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني، امي هتنام في السرير لوحدها. لا يا دولا، امك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز الست الكبيره دي، هتقوم متجوزها وتشرد بقى البت ياسمين وتطرد رانيا مراتك دي، ورانيا هتقوم جايه هنا في البازار وتقوم ترضاني بره. بس انا يا معلم مش هسكت لها، ما تزعلش يا دولا. لا ازعل ليه؟ ما انا بعد ما اموت اكيد ده مش هتبقى مراتي يعني، عادي. بالظبط، هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البازار، وبنتك ياسمين دي كده من شعرها، اطلعوا بره. وهقوم بقى جايب امي بقى هنا، هو انت تقعد مكانك في البازار يا دولا. طب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولا، زي ما انا انضف البازار، امي تهزقني. يعني الشر اللي انت عملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البازار كده؟ يخرب بيتك. يا دولا يا دولا، القناعه كنز لا ينفذ. لا ينفذ، انا اللي غلطان اني بفتح اي مواضيع معاك. يا نهار ابيض،
اذا كان رمزي لهبل بيفكر بالشكل ده، امال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دوله انا عندي فكيره اقولها لك. لا ما تقولش. عينيا حاضر. يا دوله اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت. اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انزل لهم سلطات زياده يعني؟ يا عم بقى افهم بقى. انا اسف، انا غبي، انا اسف. اتفضل حضرتك فهمني. اخلص. اتوصى دي يا دوله يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك يعني، يعني كل واحده هي هتاخد ايه؟ خرب بيتك. قصدك الوصيه. الوصيه ايه يا عم بقى؟ الوصيه دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دوله بتاع احمد عبد العزيز واخته الكبيره لبنى عبد العزيز. ايوه صح، دول اخوات بقى محمود عبد العزيز ولاد الحاج عبد العزيز. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا امين. صباح الخير يا سي السيد، من شر حسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد. عامله ايه يا امين؟ عامله فضله خيرك فول وطعميه وبيت. كل يوم فول، كل يوم فول، مفيش حتة جبنة ناسي، مفيش حتة لانشو، الواحد خلاص قلبه اتهرق فول فول فول. معلش يا بابا، كنا قاعدين لوحدنا وما كانش في حد يقدرنا الطلبات، وانت عارف احنا ما بنبنش على رجالة يا بابا. والنطع ده ما بعتهوش يشتري ليه؟ كنت بنفخ التربوش بتاع حضرتك يا بابا عند العجلاتي. واخوك التاني بتاع حقوق انتساب اللي بيعورني كل سنة ب 500 جنيه فين هو؟ ما مات في المظاهرة النهاردة الصبح يا بابا. مات؟ خلاص يا أمينة ما تعمليش حسابه في الغادة النهاردة. حاضر يا سي السيد، بعد إذنك يا أخويا كنت عايزك في كلمتين. خير يا أمينة، عايزة إيه؟ بناتك يا أخويا جالهم العدل، جدعين اسم النبي حارسهم طول بعار، وانا هقدم لهم في كليه شرطه. خلاص انجازي بيشتغلوا ايه؟ وائل يا بابا اللي منمر عليا بيشتغل كمصري في مترو الانفاق خط المرج فرع شبرا. وتامر اللي منمر عليا يا بابا بيشتغل سواق على خط حلوان. وافق انت يا اخويا، وافق وهم هيبقوا يعملوا لك اشتراك، الجدعين شاريين. وانت بدل ما انت قاعد عمال بتحش كده، قول تشتغل اللي يشوفك يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا شغال تحت ايدي ستة زي حضرتك كده اهو. يا بابا يا بابا خلصت الجبنة، خلصت الجبنة وانت عارف ان مفيش لانشو. اضرب فول يا سي ساي. مش ضارب فول، انا خلاص هتكل على الله اروح اكل في الديسك. وامين عايزه حاجه؟ طب والراجلين اللي طالبين بناتك دول؟ هقابلهم هناك في الديسك. يلا سلام عليكم. يسترك ولا يفضحك، يكسيك ولا يعريك، اله يبعد عنك ولاد الحلال يا رب. اوعى ما قالت تبعد عنك ولاد الحلال. غبي غبي يعني ابن حلال وغبي. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. سلام يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. مش فهمت الراجل ان احنا كل شويه هنعوز ناجر منه هدوم تمثيل؟ عندنا تمثيل بالهبل، هو كل حاجه ما تعرفش تعملها. والله يا دوله قلت له فهمته يا دوله، بس هو قال لي البضاعه المؤجره لا ترد ولا تستبدل. يعني ايه؟ يعني يبقى تمثيل وخراب بيوت؟ استغفر الله العظيم. ايه ده؟ النهارده عارضين فيلم عنتر ابن شداد. يالا الله يا دوله. انا طبعا بقى هعمل دور عنتر. ورانيا هتعمل دور شداد. لا يالا، رانيا هتعمل دور عبله. الله، يبقى انا بقى دوله صفصفت لي، هعمل دور شداد. شداد ايه اللي تعمل دوره؟ شداد ده ابو عنتر وما كانش ليه دور في الفيلم، ده مات من قبل ما عنتر يتولد اصلا. انت هتعمل بقى دور شيبوب اللي هو صاحب عنتر لهبل. هيبقى صاحبك انت دوله؟ ماشي يا دوله، ماشي ماشي يا دوله. طب عنتر ده كان لونه اسود. يبقى وانت بتجيب الهدوم بتاعت الفيلم هات معاك علبة ورنيش. حاضر. بني ولا اسود؟ يا غبي، عنتر كان لونه ايه؟ اسود. يبقى هات علبة بني. حاضر. عيد الفطر يا رجال، عيد العمال يا رجال. يا عبلة يا عبلة يا عبلة، لازم تمسك السيف في ايد واحدة يا عبلة. تجيل قوي يا عنتر، هيعورني. لابد انك انت تتعلمي الدفع عن نفسك يا عبلة. وانت رحت وين يا عنتر؟
أنا دمي فداك يا عبلة، ولكن إن غزوني ماذا أنا بفاعل؟ ستصبح ساعتها مفعول به. ما تخجلنيش يا شيبوب. ليه مش بتعلمني الرشق بالسهام يا شيبوب؟ أقول لك تيجي أخلعلك عين وأنت تخلعي لي عين ونعيش ترش إحنا الاتنين. بس أنا أخلع لك عينك في الأول. إيش معنى؟ عشان لما أهرب منك ما تشوفنيش. بماذا أرد على أبي يا عنتر؟ أبوك بيعجزني يا عبلة، عايزني أجيب لك خيمة تمليك. أنا كل ما أستطيع أن أفعله أجيب لك خيمة إيجار جديد يا عبلة. إيجار جديد يا عنتر؟ وإذا ربنا كرمنا أجيب لك خيمة دوبلكس دورين، أو أجيب لك شبرة الخيمة لو تحبي. لكن أنا مش أقل من صحباتي في القبيلة. صحباتك في القبيلة، هذه هي إمكانياتي يا عبلة. أنا كل يوم بمر بظروف صعبة، بيموت لي خروف، بيموت لي معزتين، بيموت لي جديين، وكل ده بسبب الغبي شيبوب. وحتى إن وافقت أبي مش هيتنازل عن 100 ناقة حمر. 100 ناقة حمر؟ أنا كل اللي أستطيع أجيبه 12 ناقة وصفر، مش حمر يعني. وليه ما تعملش زي الشباب وتاخد قرض من بنك الإبر الدولي؟ أنت يا عبلة؟ انت اللي بتقولي هذا؟ عايزاني اقترض من البنوك؟ لا، افرضي تعثرت في السداد، ياخدوا الجمالين اللي حلتي. الحق يا عنتر، الحق يا عنتر. ايه الدوشه دي؟ ما انا جنبك يا غبي. عايز ايه يا عنتوره؟ قطاع الطرق طلعوا علينا ما بين الجبلين. بين الجبلين؟ وايه اللي وداك هناك؟ الحته دي لبش جدا يلا. هو اللي حصل بقى يا عم. المهم هم قالوا لي اوصل لك رساله. رساله؟ هاتها هاتها. يعني اقول بيقولوا لك يا عبدي يا اسود. انا اللي اسود؟ انت اللي مخلص علبه الورنيش، بتتعامل مع خلقتك انها جزمه برضو. وقالوا لك ايه تاني؟ بيقولوا لك يا اللي رباك غير ابوك. ليا الفخر ان اللي رباني خالي والخال والد، المهم اني اتربيت. ها وايه تاني؟ بص يا عم بقى، انا مش عارف ايه، انا هروح اقول لهم ايه دلوقتي. بص خد يا عم، ادي الكارت بتاع زعيم العصابه، في العنوان بتاع الخيمه بتاعته ورقم الموبايل بتاعه، وروح يا عم انت بقى فك الاسر المعيز بقى. خلاص انني ساتصرف. غور روح مع المعزه اللي كنت واقف معاها. عبلتي لقد اتحلت الحمد لله من عند ربنا. يعني ايه؟ جبت 100 ناقة حمر؟ لئن وجدت عنده ناقات لأخذتها مكسرا ومحطما وحارقا، وإن لم أجد فأنت يا عبلتي طالقا. سلام عليكم. دولة يا دولة. دولة عملت يا رمزي؟ جبت الهدوم المطلوبة؟ جبت كل حاجة دولة. هو يا رب رانيا تفضل عيانة على طول. اللي هو يعني صحيح، وإسلام ده اللي هو أنه ده دولة في المواقع الإسلامية؟ يا لا، اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز وأحمد مظهر، ساعة ما كان حسين رياض ماشي بقى في الشوارع وعمال بيدور على لبنى عبد العزيز وعمال بيقول يا جهاد يا جهاد انت فين يا جهاد، ده واختين عليك يا جهاد. يا دولة لما هي قعدت تقول له انا هنا قدامك هو سلامة انا هنا. ايوه صح، يا ساعة ما محمد صبيح كان عامل بقى بتاع التتار وليه شنبات ضخمة جدا كده اهو، ودخل قال يا جماعة انا لو عايز اكلم شعب مصر اعمل ايه يا جماعة؟ يا دولة صح. طب ورانيا دلوقتي يا دولة هتعمل دور ايه في الرجالة دي كلها؟ لا رانيا بقى هتعمل دور شجرة الدر. الله صحيح يا دولة، هي شجرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولاتي؟ زي الفل. ايه عيبك؟ لسه طمعان في الملك؟ الملك لله وحده يا مولاتي، وبعدين انا عايز اسدتك، والست في النهاية ملهاش غير بيتها وجوزها. افهم من كده ان انت ضد عمل المرأة؟ بالعكس يا مولاتي، عمل المرأة على راسي وعلى خصتي من فوق، لكن بحدود، كل شيء عندي بحدود. يعني المرأة حضرتك عايزة تشتغلي ملكة أهلا وسهلا، لكن الساعة 2 الظهر حضرتك تكوني في بيتك، يعني في وسط أهلك وفي وسط عيالك، وتخدمي بيتك وجوزك وعيالك. عز الدين أيمن هو نفسه بكر الدين أقطاي، بس يقلع القناع. أنا مستعد أقلع القميص. في شرط علشان تبقى جنبي على العرش. يا ترى ماذا هو الشرط دون؟ عايز اعمل دقيقة من موبايلك؟ يا سلام فروم ماي ايس. ايه ده؟ لقد تقلبت، حد قلبني.
يبدو اني نسيت الموبايل بيشحن في الدرج بتاع الحصان. غبي غبي، التردد مرض الجنس البشري. عموما الكلام ده سابق لاوانه، انا لازم اسال عنك قبل ما نتجوز. من غير ما تسالي عني انا مستعد اقولك على كل حاجه. انا متجوز واحده، يعني لو اتجوزتك هتجوزك عليها بس مش اشكال، ومخلف منها عيل اسمه منصور لهبل. ولا منصور يهبل ولا منصور يهبل. ابويا 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 ابويا، انت فين يا ابويا؟ انت فين يا ابويا؟ يخرب بيتك يا نهبل واعمى كمان. ليه يا رب، ليه يا رب خلتني اخلف عيل اهبل واعمى؟ معقوله؟ ابويا 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 ابويا. اخلص اخلص، عايز ايه؟ انا 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 انت هتقضيها هتعيش لي بدور بطه ما تخلص. ابويا ابويا، كانت الحصان بتاعي ابويا، كانت الحصان، الحصان في بطنها ابويا. افتح لي بطنها وهات لي الحصان بتاعي ابويا، الحصان بتاعي ابويا. انا اسف يا مولاتي، للاسف هو ده نتيجه جواز القرايب. عموما يا مولاتي بعد اذن حضرتك انا هضطر اسفا افتح بطنك واشقها عشان اطلع الحصان بتاع الواد منصور لهبل ابني ده. يلا. لا طبعا، شجره الدر ما ماتتش كده، شجره الدر ماتت بالابائيب. عموما عايزه تموتي بالابائيب موجود، عايزه تموتي بالسم موجود، عايزه تموتي بالرصاص موجود، السيف اساسي. ها اختاري حاجه، المهم نخلص منك يا رانيا. رانيا؟ رانيا مين؟ انا مين؟ انا فين يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ايه يا مولاتي؟ انت شجره الدر. بس بقى يا اخي يا اخي اسكت بقى بدل ما شقك انت. انت رانيا 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 رانيا. ايوه رانيا، وده بيتك ودي اوضه نومك وده مطبخك ودي تلاجتك وده جزمه. انت بكده ليه دايب يا دوله؟ دوله عادل. ايوه يا علي يا حبيبي. ايوه عادل يا رانيا، ايوه كده اخيرا فوقتي، كفايه تمثيل بقى. ايوه يا رانيا انا عادل. عادل ايه اللي ايه ده ايه ده؟ ده انا اتعذبت يا رانيا، انا اتعذبت. سوري يا عنتر. اي سوري يا عادل، سوري يا عادل. بجد انا بعتذر على كل الحاجات الوحشه اللي انا سببتها لك، انا اسف. ولا يهمك ولا يهمك، عادي يعني ما فيش اي حاجه حصلت. انا ما شفتش منك اي حاجه صراحه يعني، بس انما ليه يعني يا رانيا؟ ايه اللي حصل لك يعني؟ ما هو اصلي حبيبي زمان كان من ضمن مواهبي الكتيره المتعدده طبعا اللي انت عارفها موهبه التمثيل، لكن للاسف بابا كان ممانع يعني، وكان عامل مشكله ان انا امثل نظرا للاصول التركيه الفرنسويه السعديه اللي احنا منها. تركيه فرنسويه سعديه؟ ده كويس قوي ان انت طلعت بالعيب بتاع التمثيل ده. بس الحمد لله الحمد لله. مش عايزه اقول لك يا عادل، ياما اسابيع وليالي وشهور شهدت دموع المبلله على خدودي بسبب قمع ابويا واصراره على ان انا ما امثلش. يلا انا اسفه يا عادل. الحمد لله الحمد لله. ولا يهمك يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه يا رانيا، تصبحي على خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل تفتكر حد من البيت حس بحاجه؟ حس؟ لا خالص، كلنا ما حسيناش بحاجه الحمد لله. لامك ولا امي ولا اختي ولا اختك ولا ياسمين حست بحاجه وقالت مالها ماما ولا اي حاجه من ده. الحمد لله الحمد لله. تصبحي على خير يا رانيا. الحمد لله يا عادل طمنتني. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رانيا ايه يا رانيا؟ صحيح من النوم تتفرج على التلفزيون؟ رانيا يا ماما الساعة 2 بالليل يا ماما، حد يقوم من النوم عشان يقعد يتفرج على عتريس؟ رانيا رانيا قومي نامي يا ماما، قومي نامي، قومي يلا يا رانيا. عتريس الجد غاضب غاضب. طبعا شفت انا الفيلم ده 100 مره قبل كده، بس مش الساعه 2 بالليل يا ماما. يلا 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 قومي خش على اوضتك. ابعد عني يا عتريس، اهل البلد كلهم مستنيننا بره. طبعا مستنيننا بالمشاعل، وهنجيبهم بكره الصبح ان شاء الله يولعوا في البيت كله. يلا حبيبتي يلا. ابعد عني ما تلمسنيش. ايه يا رانيا في ايه؟ ايه الجنان ده؟ يلا يا ماما على اوضتك. يلا يا اهل البلد يا اهل البلد، ابعدوا عتريس
عني على البلد. ايه عطريس، حوشوا عطريس عني. ايه عادل في ايه اللي حصل؟ ايه انا مش عارف، قاعده بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على فيلم عطريس، ومره واحده يظهر بقى عفريت شادي يلبسها ولا حاجه. او ماي جودنس، او ماي جودنس، يظهر الحاله رجعت لها تاني. حالتي يا حماتي، هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. هنتجم منك يا عطريس، هنتجم لاهل البلد كلهم، هفتح الهويس واخرجكم. لو سمحتوا بليز بليز يا جماعه، سيبوني معاها 10 دقايق بس. تعالي يا فؤاده، تعالي نخش جودتنا. تعالي يا فؤاده. باطل باطل، ها 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 ها، باطل. لا حول ولا قوه الا بالله، البت وامها. ده ايه الحسبيس اللي احنا فيه ده يا عادل؟ هي ماما مالها يا بابا؟ مش عارف يا حبيبتي. يظهر يا حبيبتي جالها برد في مخها، يعني ما تقلقيش. طب ما انا سمعت تمجيد عماله تقول لها يا فؤاده، عماله تقول لك يا عتريس، انا بنت مين؟ انت بنتنا يا حبيبتي، عادي خالص. انت بس بتحلمي ولا حاجه؟ خشي نامي نجلاء، خديها ودخليها اوضتها. تصبح على خير يا عتريس، وبقول لماما فؤاده تصبح على خير. لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلت من الاول ان الجوازه دي معيوبه. يا ما قلنا لك اتجوز كوثر بنت خالتك. كوثر، عيني على كوثر، وانت اللي مرضتش. وانا بس اللي مرضتش؟ ده شباب مصر كله مرضيش. يظهر والله اعلم ان رانيا دي عليها عفريت. جواز عتريس من فؤاده باطل 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 باطل. الجنان اللي انتوا فيه ده انا مش فاهم في ايه يا حماتي. ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي، هي رانيا فعلا عليها عفريت؟ عفريت ايه بس انت كمان؟ عفريت ايه بس؟ الحمد لله اهي نامت يا عطريس وتكومت. يعني هي ما عليهاش عفريت يعني؟ طب مثلا عليها ديون، عليها اقساط، عليها اي حاجه؟ انا جوزها برضو ممكن ادفع لها يعني، مهما كان هي ام بنتي. بصراحة بقى يا عادل، أنا كنت مخبية عليك من وهي صغيرة، كانت بتجيلها حالات كده تتقمص شخصيات وتتأثر بيهم وتخش جواهم وتبقى هي دي الشخصية. يا نهار اسوة، زي شادية في فيلم عفريت مراتي يعني؟ دي عايز دكتور نفساني يا ابني يظبط لها اريال دماغها، احسن تلقط على فيلم المرأة والسطور ويطلع عليك يا عادل. لا 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 لا، نجيب لها دكتور نفساني فعلا. لا دكتور نفساني ايه، دي محتاجة دكتور من معهد السينما. اما دام بتتقمص افلام نجيب لها الدكتور عزت ابو عوف. دكتور عزت ابو عوف ايه؟ يجي هو واخته يعرفونا؟ نو، هنعالجها زي ما صلاح ذو الفقار عالج شادية في فيلم عفريت مراتي. يا نهار تمثيل. دولا يا دولا يا دولا، ايه القرايه اللي حطت عليك فجاه النهارده دي؟ ايه ده حطت عليا فجاه يا ابني؟ انا طول عمري بقره. طول عمرك بقره؟ لا يا دولا ما تقولش على نفسك كده يا عم. طول عمري بقره، بقرا 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 الجرائد يعني. بتقرا الجرائد يعني. يا عم جرايد ايه يا عم؟ دي صفحه التلفزيون يا دولا. طب وهي دي مش في الجرايد يعني؟ وبعدين انا بشوف ايه الفيلم اللي هيتعرض النهارده في السهره. بس المشكله بقى ان في 100 فيلم في 100 محطه. طب ما ده حلو يا دولا، عشان تختار براحتك. مش مهم انا اختار، المهم هي هتختار ايه. هي مين يا دولا؟ بص يا رمزي، انا هضطر اشرح لك. ما تخافش، هضطر اشرح لك يعني، برغم ان انا واثق انك انت مش هتفهم، بس انا ما قداميش غير ان انا اشرح لك يعني. طب بص يا دولا، انت تشرح كاني يعني بني ادم عادي يعني، وانا هحسسك ان انا البني ادم العادي ده. ماشي. بص يا رمزي، رانيا جالها مرض التقمص. طبعا مش فاهم يعني ايه تقمص. لا يا دولا فاهم يا عم. التقمص زون يعني اللي هي لما تيجي تتفرج على فيلم فتعجب بدور البطلة فتقوم تتقمصه. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يخرب بيتك، ايه الذكاء اللي جات لك فجأة كده؟ ده انت وفرت عليا 4 سنين شرح. يلا اللهم صل على النبي يا دولا. وساعتها بقى دولا ممكن تتقمص دور رقاصة. يا نهار ابيض، فعلا وابقى انا جوز الرقاصه؟ لا يا دولا، هتبقى الطبال يا دولا. زي الراقصه والطبال والعلمك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الفيلم ده معروض النهارده في التلفزيون، ازاي بقى اخليها ما تتفرجش عليه؟ حط لها منوم في التلفزيون يا دولا، او بص مش عايزه تتفرج على اي حاجه بعد كده، اكسر التلفزيون ده خالص. بس يلا بس يلا، انا قلت الزكاوه اللي بتجيلك دي بتيجي وبتجري على طول. طب اقول لك يا دولا، بص يا عم، خليها تتفرج على اي فيلم من افلام الاستاذ يوسف شاهين، يمكن تاخد جايزه. يا ابني هتتقمص فيلم انا مش فاهمه ازاي يا ابني. طب وريني يا دولا انا بقى. بص بقى،
ايوان خلاص يا دولا لقيتها، سهر الليالي. لا 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 لا، سهر الليالي ايه؟ هفضل سهران طول الليل وعندي شغل الصبح، ما ينفعش الفيلم ده. لا لا لا، بس ايه دول؟ اهو فيلم بين القصرين ده 100 100. الا صحيح يا دولا، هو ايه اللي بيبقى بين القصرين دول؟ بين القصرين ما دام قصر كده وقصر كده بيبقى بينهم شارع. غبي غبي غبي. طب هو انه الفيلم ده؟ انا مش فاكره. بين القصرين يلا، اللي هو بتاع سي السيد يلا. يا دولا، يعني دلوقتي رانيا هتتقمص دور سي السيد؟ هتتقمص دور امينه مرات سي السيد. وانا بقى هتقمص دور سي السيد اللي هو جوز امينه. الله، طب وانت هتتقمص ليه يا دولا؟ انت عيان انت كمان ولا ايه؟ لا يلا، هي اللي عيانه، بس احنا لازم نساعدها، لازم نعيشها جوه الفيلم، ما نخرجهاش بره الفيلم خالص عشان ممكن يحصل لها انتكاسه فتعيا. يعني يا يعني كلنا لازم نعمل كده؟ كلنا يعني ايه؟ يعني انا بقى دولا نفسي بقى انا اتقمص انا كمان بقى ونقفل البازار ده هو. انت نفسك تجيب درف ونفسك تجيب درف وخلاص. بازار ايه اللي يتقفل؟ البازار هيفضل زي ما هو مفتوح يالا. المهم، تعرف حد بيبيع طرابيش؟ عارف ايه هي الطرابيش ولا مش عارف؟ يا دولا انت ليه بتعاملني كده يا دولا؟ لا الطرابيش عارفها يا عم، الطرابيش اللي هو كان لابسها سي السيد في الفيلم، اللي هي لونها اسود. يلا لونها اسود عشان الفيلم ابيض واسود، الطربوش اصلا بيبقى لونه احمر، واخد بالك؟ وبيبقى له كده شراشيب بيسموها زر. يعني المهم، يعني انت تروح للراجل بتاع الطرابيش ده، هتجيب من عنده طربوشين، وتجيب لنا بقى جلابيتين، وتجيب لنا عبايتين، وتجيب لنا شنبين. دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده، وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولا هات جنيه افطر بيه كشري دولا بسرعه. يلا ما انت فطرت مرتين قبل كده، تفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دولا انا جعان يا دولا، هات جنيه بقى بسرعه دولا. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبه الكشري بجنيه ونص؟ هي دولا لا، ما انا بديله العلبه البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعه. يعني تديله الفارغ؟ لا 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 لا، بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجه. هي دولا اخر جنيه هطلبه منك النهارده يا دولا، اخر جنيه بسرعه. ولا انت شكلك مش طبيعي النهارده ليه؟ هات جنيه دولا وابقى طبيعي بسرعه. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دولا، عايز بسرعه. لا لا، انت هتضربني برقبة التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله، الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهل ليالية. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. ولا جهاز 4، وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعة بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه، هجيب لك الفلوس بالليل، انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح ياه، انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم رجالة؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد. يعني ايوه، نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت، ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غير. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل، طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري؟ شكلك بالداري. امورني يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6، هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز، بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بيغيروا ولا حاجه.
ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمزي. انا بنزف، انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. اه انا بموت، ارحمني ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني عيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني عيش. لا لا سيبني عيش. سيبك. اه جيم اوفر. لا انا موت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت خدت كل فلوس يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلة اهي معايا. ياض ما اقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالك من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دول ابن عمي. ماشي ماشي، بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق يا كوتش. ايه ده ايه ده ايه ده، تعال هنا يلا، تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده ايه ده، انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، عشان نروح في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولا دولا حبيبي دولا، انت ايه اللي جابك هنا دولا؟ ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولا وهتبيع بازارك وهطلق ياسمين بنتك. امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. رمزي إيه تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دول هات جنيه، دول هات جنيه. تعالى معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت اربع مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك اربع مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008، ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دولا؟ بجد. يلا بينا يا دولا. افتح، انا بموت يا دولا. اتوسب اليك اتوسب، انا جيم واحد وهبطل. يا عادل حرام عليك بقى، يا عادل هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن يعني، هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر، لازم تاخدي بال. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما يا ماما، انا مش قادر اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى. لحظه لحظه، ده راجل مريض نفسيا، وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه، والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم، انا اللي هعالجه. دولا 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 يعني ما حبيبي دولا. يا ابني يا ابني يا ابني، دي ما دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه دولا، اي حاجه، انا دماغها هتتفرتك دولا. خلاص خلاص، انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي دولا، حط الفيشه حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش يلا، يخرب بيتك. ولا ولا دولا بسرعه بقى بسرعه دولا بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على ثلاث مراحل. ازاي دولا يعني؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولا، بس ستارتر مان.
الستارتر ده اساسا بتاع اللمبه نيون يا غبي. ماشي تاني مرحله بقى افهم. تاني مرحله هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولا، انا عايز درعايات، اصلا الماوس ده بيزفلت من ايدي يا دولا. يا دي انت بتلعب بصابونه يا ياض. تالت حاجه بقى يا سيدي هشيل لك الشاشه وتلعب بالكيبورد من غير شاشه. ايوه دولا، بس انا كده بقى مش هشوفهم وهم بيموتوني وانا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون اعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس انك انت عرقان وانك انت متوتر وبترتعش وكانك متلك. فهجيب لك انا بقى بطانيه وام كلفتك في البطانيه دي جامد جدا، تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك تصحى الصبح تبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي يا دولا ماشي، بس بسرعه بقى يا دولا بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحله الاولانيه. الاولانيه امال يالا بتلعبها ازاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا يا رب. كان مكتوب لنا في انهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك، يا رب معايا استرها. انا خايفه على عمك الرمزي قوي قوي قوي. انا مش خايفه غير من فاتي عادل، هيضيع الواد. عادل عادل في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا عادل. ان شاء الله ان شاء الله خير. لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في روشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متاكد ان اللي انت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن ممكن رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟ عشاني يعني التيه قبل غبي. تعالى يا رمزي تعالى، البس بدلة سبايدر باد وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعماد بيقول لي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس تعالى البس. انت جالك الفيروس في رجلك يا رمزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا رمزي. لا لا عم تقولي عم تقولي يا غبي بتقولي امشي تعالى. عم تقول ايه؟ ناب يا رمزي. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ربطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدو وما قالش يا عدو مش هيعرف يفك الربطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني. وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه 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 بقى؟ رمزي هرب هرب يا الهول المفضل.
مفاجاتي، يا لهول المفاجاتي، يكون سرق الكشمجيه بتاعتي اللي فيها الصيغه النادراتي بتاعت قناني. ايه مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعه. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللعبه بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه، ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد، ومش هسيبك يا مدبولي. بوبو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن، يا معفن بعد كده هلاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو. حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بحبهم اول نوع. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين الخمسة جنيه؟ فين الخمسة جنيه؟ طب وحيات ياسمين، وحيات ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تكمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشة على فكرة، الست دي وحشة. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمين كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانة عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمين يا حبيبتي. شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك. ازاي يا ابني؟ يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه، في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي؟ ايوه اعلم رمزي واعلم عشرة زيك. ايه ده الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي، انك رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي مره واحده في الاسبوع؟ وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فصل يا امه رانيا. الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي، انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد واكسل، وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه قشطه يا نوجا. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. ايه دول اللي بلعب؟ ماشي انا مش بتاع بقى. بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي. اوف الناس دي وحشه. نو ال صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى ايدي موزه دي. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى. تعملي لي مكرونه فرن بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد ما يبقاش سايس كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ايه ده ايه ده ايه ده
انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه، ما تلوعنيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا، مش عملوا بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه، يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسة جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اه. اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني ما فيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عذري حبيبي، اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ